قال: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات. المتبرجات أي التي تتبرج بزينتها وتخرج بحليتها، تخرج متأنقة متجملة متعطرة متحلية متزينة لتكون شرفا للشيطان وغرضا له في إفساد المجتمع. المرأة التي تخرج بهذه الصفة خرجت لتكون أحد جنود إبليس في إفساد المجتمع. أي والله، خرجت من بيتها والذي أخرجها إبليس والذي دعاها إلى هذا الخروج الشيطان، تتزين تتجمل تتعطر تتحلى ثم تخرج في الأسواق لتكون هدفا للشيطان في إيقاع الفتنة وإثارة الفاحشة في الذين آمنوا. فالمتبرجة هي بهذا التبرج أصبحت من جنود إبليس، من أعوان الشيطان في إفساد المجتمعات. قال: المتبرجات المتخيلات، وهذا من الخيلاء وهو الكذب. وسبحان الله، فيه تلازم بين التبرج والخيلاء. إذا تبرجت وتزينت وتعطرت وتجملت بأي صفة تخرج في الشارع وفي السوق، هل تخرج بصفة متطامنة متواضعة منكسرة ذالة لله سبحانه وتعالى، أم أنها تخرج مختالة متعالية مترفعة فيها الكبر وفيها العجب بنفسها وبهيئتها ومنظرها؟ ففي تلازم بين الخيلاء والتبرج، كما أنه ثمة تلازم بين الحشمة والحياء.